الآن تشاهدون فريق الجدعان في معرض باك بروسيس لمواد التعبئة والتغليف والطباعة والتصنيع الغذائي، والذي يقام بالتزامن مع معرض فود أفريكا وفريش أفريكا، وينظمه المجلس التصديري للتعبئة والتغليف والطباعة. مفاجآت معارض فود أفريكا وفريش أفريكا وباك بروسيس استمرت لليوم الثاني على التوالي في قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف والطباعة، والكل بيتحرك في اتجاه واحد وهو زيادة الصادرات المصرية لكل أسواق العالم، في ظل وجود مشاركات من 900 شركة مصرية وعربية وأجنبية بيمثلوا 32 دولة، بخلاف وجود 14 جناح دولي رسمي و 500 مشتري من أفريقيا وروسيا وأمريكا وأوروبا، حاجة تشرف مصر كلها. النهاردة عندنا لقاءات من العيار التقيل، وهنرصد قصص نجاح شركات متميزة في مصر، سواء بقطاعات الصناعات الغذائية أو الحاصلات الزراعية أو التعبئة والتغليف والطباعة، وهنناقش قضايا كل قطاع على حدة، لازم نسمعهم وندعمهم لأنهم باختصار أملنا في مضاعفة الصادرات وزيادة النقد الأجنبي وتوفير فرص العمل. تعالوا في البداية نقابل الدكتور أحمد حجازي حجازي، العضو المنتدب لمجموعة كارتوباك اللي بتمتلك 3 مصانع متخصصة في الكرتون المضلع والطباعة والسوليتيب بمنطقة بلبيس الصناعية، وهو طبيب أشعة، وقرر أنه يتفرغ لإدارة المصانع اللي أنشأها والده المهندس حجازي حجازي سنة 1990 من الصفر، ربنا يديله الصحة. والنهاردة ما شاء الله بجد 80% من شغلهم تصدير ل 16 دولة. ركزوا معانا في زيارة مهمة جدا لمعرض باك بروسيس لمواد التغليف والطباعة والورق. حضراتكم النهاردة كارتوباك من أهم الشركات المصدرة لمواد التغليف والتعبئة. مظبوط. وصلنا لده ازاي؟ ان احنا نبقى مصدرين لهذا الامر. طبعا مع الوضع الاقتصادي اللي حضرتك شايفه اصبح انا الاتجاه في المصنع شايفين انه لا احسن نطلع بره، لان ده بيجيب عمله. طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت احنا عندنا مصنع سولوتيب، مصنع السولوتيب معتمد على العمله الصعبه، فلا انا ليه بدل ما انا اروح احمل على الدوله ان هي تجيب لي المواد الخام بتاعه المصنع السولوتيب، طب ما انا انتقل ان انا لا انا اجيب عمله صعبه استخدمها لنفسي. والدوله بتساعد جدا الناس اللي بتصدر في موضوع الحصيله، انت عندك حصيله اجراءاتك سريعه جدا، اجراءاتك سهله جدا، في الناس اللي معها حصيله دولاريه تستورد خاماتها بالظبط، الموضوع بصوره سلسه جدا، سلسه جدا وسريعه جدا. انت بقى حضرتك اتجهت للتصدير ازاي بهذه القوه؟ المشاركه في المعارض، المعارض يعني الدوليه. معظم المعارض بنشارك فيها مع المجلس التصديري، معاهم على طول في يعني كل المعارض. يعني لينا ثقل في العالم في قطاع التعبئه والتغليف. طبعا لينا ثقل، والمجلس التصديري في مصر ما بيفوتوش معرض الا ما بيروحوا. انت الكرتون الخام بتاعك تقريبا 100% مصري. كله محلي. الطباعه مكان والشغل كله مصري. الشغل كله مصري. صح ولا لا؟ مظبوط. السولوتيب انت بتستورد البكر الجامبو الكبير بالظبط، وبتيجي هنا تقطعه في المصنع بتاعك. نيجي نقطعه اطوال وعروض. لا انا عايز من ابناء حجازي حجازي مصنع ينتج بكر السولوتيب الجامبو، وانت اللي توزع للمصانع اللي بتستورد. احنا اخر معرض طلعناه مع هيئه المعارض برضو المصريه، لان كانوا منظمين معرض في الصين، احنا فعلا كنا بنبص على الخطوط بتاعه الكوتينج لاين اللي هي بتعمل الجامب رول، والموضوع تحت الدراسه الفعليه على ارض التنفيذ، يعني مش اللي هو لسه فكره وخلاص، لا هو على ارض عملت المصنع ده. انت متخيل؟ انت بتقول لي 90% من الشركات المصريه بتتجه لاستيراد، واحنا منهم البكر ده بالظبط. انت بقى تخليهم كلهم موجود في مصر، الجوده بتاعه قليل جدا، الخطوط الكوتينج اللي موجوده في مصر الجوده بتاعته قليله. ان شاء الله المشروع اللي احنا بصدد تنفيذه، يعني ان شاء الله بنتكلم على حاجه على مستوى عالي، ان شاء الله هتبقى حاجه مرضيه للجوده اللي السوق بيطلبها. اللي قدام حضراتكم دي هي ساره ابراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعه والتغليف والورق، وهي الدينامو بجد،
ونجحت في الوصول بصادرات قطاعها لأكثر من مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر. بجد جبارة، ودايماً بتحفز شركتها وبتتبنى قضايا التطوير وتسجيل المنتجات كعلامات تجارية وكمان ملف التصدير. تعالوا نقابلها في جناح المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق. احنا النهاردة صادراتنا تجاوزت المليار دولار في 2022. تمام. 23 هنكسر المليار دولار بالزيادة. هنحاول نعمل كده. 2024 عندنا خطة كبيرة جدا. برافو عليك، فرقت مع القطاع. عشان كده دايما بنادي بمجالس تصديرية للشرائح اللي ناجحة في الصناعات المصرية. المجالس التصديرية دورها مهم جدا طبعاً. بالنسبة للصناعات دخلنا في أكتر من مشروع تنموي مع الجي آي زاد، مع اليو اس ايد. النهاردة في مثلا عندنا ازدهار اللي احنا يعني انت حتى شهدت على ولادته الدورة الأولى والتانية طبعاً. عندنا النهاردة شركات في بافيليون الازدهار، شركات اشتركت معنا في لأول مرة في باك بروسيس على أساس إن هم يبتدوا بقى يشتغلوا مع العملاء بتوعهم سواء كانوا عملاء محليين أو عملاء دوليين. أكتر من حوالي أكتر من 120 مشتري في اجتماعات شغالة النهاردة دلوقتي أهو معاهم، البي تو بي شغال. الخطة اللي جاية إيه؟ هنفتح أسواق جديدة، عندنا بعثات جديدة. عندنا في شهر يناير بعثة لكينيا مع المجلس التصدير للصناعات الغذائية، وبعد كده عندنا بقى بعثات تانية لبلاد أخرى. بنفتح أسواق جديدة لأن ده أهم خطوة، هو أنك بتفتح سوق جديد، بنخترق سوق جديد. الخروج للأسواق العالمية ده ليه متطلبات طبعا، والنهاردة في دول كتيرة جدا بتقولك سجل لي العلامة التجارية بتاعتك عشان أخذ منك مواد التغليف والطباعة والورق بتاعك. بالظبط. هنتحرك ازاي عشان نفهم الشركات دي كلها مستقبلها مش هتعرف تصدر الا لما تسجل علاماتك التجاريه في مصر هنا وفي الاتحاد الاوروبي وفي امريكا؟ اولا وزاره التجاره والصناعه عامله 2% من التصدير بتاعه رد اعباء تصديريه، 2% اللي مسجل علامته دوليا. اكتشفنا انه معظم ده بخلاف القيمه الاولى بتاعت رد الاعباء التصديريه، رد الاعباء التصديريه 2% اضافيه. بالظبط. اكتشفنا انه معظم الشركات مش فاهمه يعني ايه اسجل علامه دوليه. تخاطبنا مع مكتب تسجيل علامات الدوليه النهارده، كان في سيشن مهمه جدا الصبح والحمد لله كان في اقبال عليها، وبين ايه الفرق بين التسجيل الدولي وايه الفرق بين التسجيل المحلي. فهمينا بالراحه انت بقى، اشرحي لنا عشان الناس كلها تسمع. اولا انت لازم في اتفاقية مدريد دي بتشمل 200 وحاجة دولة، لما بتسجل دولي هنا في مكتب العلامات المصرية لازم أولا سجلت في 200 دولة. سجلت في 200 دولة. تمام. مكتب العلامات هنا بيساعد جدا الناس على انها تسجل علامتها التجارية، وده بيسهل التصدير لأنه في بعض الشركات الكبيرة بترفض انها تاخد منتج غير مسجل للعلامة. الرسوم كتير؟ لا. لا لا لا، الرسوم عن طريق المكتب مش كتير. الميزة انه حضرتك من اول ما بتقدم طلب تسجيل العلامة انت كده علامتك محمية قبل ما يجي لك الرد بالقبول او بالرفض. اسأل بقى حضرتك على البيت، المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق. أي. الخدمات اللي بياخدوها، دعوتك للناس نقول لهم ايه؟ احنا عندنا كم الف شركة في مصر طباعة وتغليف وورق، الناس دي كلها اعضاء في المجلس ولا لا؟ لا مش كلهم اعضاء، احنا عندنا الاعضاء اللي بيصدروا فقط حوالي 300 او 350. تمام. انا بقول للناس حتى لو حضرتك مش مصدر احنا بنأهلك انك تصدر. بالظبط. يعني اتفضل بيتك، احنا بنعمل حاجه اسمها اكسبورت ريدنس اللي هو تقييم التصدير، بنشوف حضرتك لحد قد ايه قادر تصدر، شركتك قادره تصدر، وبنحطك على الطريق الصح سواء كان في بقى بندي لك تدريبات، بندي لك دعم، ما بنخليك تخش. لو جت طلبات من بره ما انت هتدخل يلمك من الحب جانب يعني. بالظبط. صح ولا لا؟ انا يعني لو جه عند حضرتك طلب ايه اللي بيحصل؟ بتقولي 350 شركه. يا جماعه مين اللي يوفي الطلب ده؟ بالظبط ده اللي بيحصل. عندنا الحاجات التصديريه كلها، الطلبات التصديريه كلها بتجيلنا الخاصه بالتعبئه والتغليف والورق وبنبلغها. واحنا بنزور جناح المجلس التصديري للطباعه والتغليف والورق قابلنا المهندسه رحاب ماهر، وهي الوكيل الاعلامي للمجلس ومسؤول التسويق منتجات الشركات المصرية المتخصصة في الطباعة والتغليف والورق بنظام البي تو بي، يعني من شركة لشركة برا وجوه مصر، وهي بتمتلك شركة اسمها دريمر كاتشر وبجد شطرة. ركزوا معها. حريك دورك النهاردة في وسط شركات التعبئة والتغليف والطباعة والورق انك تساعديهم على تسويق نفسهم داخليا وخارجيا. مزبوط. والمجلس التصديري المختص بهذا الامر واثق في حضرتك. تمام. هتساعديهم ازاي؟ ايه خطواتك؟ احنا كشركه تسويق طبعا بيشرفنا جدا وجودنا تحت رعايه المجلس التصديري، لان ده بيفتح لنا احنا كشركه تسويق مجال لكل الشركات ان احنا نتعامل معاهم، ان احنا ازاي نوصل فكرهم لخارج مصر. العلامات التجارية والشركات الكبيرة موجودة بس في أفريقيا مثلا مش ظاهرة،
فاحنا مهمتنا ان احنا كتسويق كشركة تسويق نلمع المنتج بتاعهم، نوضح شغل مصر عامل ازاي برا لأفريقيا لأسيا، ان احنا نوضح ده عن طريق الديجيتال ماركتينج، لان هو ده الاتجاه دلوقتي، هو الاتجاه ديجيتال. عارفة الشركات الخارجية، عارفة إيميلاتهم، عارفة شغلهم، مواقعهم طبعا، وطبعا المجلس بيساعدنا طبعا في ده، ان احنا نقدر نوصل للناس دي. بس الفكرة بقى ان انا اوصل للناس دي مجرد ان انا اسم شركة، ولا ازاي اوصل له عن طريق التسويق؟ طب بتعملي ده ازاي؟ عن طريق الويب سايت بتاعه، تحسين جودة المنتج بتاعه في ظهورها سواء ديجيتالي، عن طريق الميلز كامبينز، عن طريق حضور معارض برا، لان احنا بننظم معارض، فعلشان كده احنا موجودين علشان نساعدهم للوصول ديجيتالي للشركات برا. بتتعاقدي معاه كشركة ولا بتعملي ايه؟ بتعاقد معاك كشركة طبعا، كشركة يعني في مقابل مالي عشان يبقى الموضوع واضح؟ طبعا في مقابل مالي للتعاقد مع شركة مالي حضرتك تحت رعاية المجلس التصديري. طبعا طبعا عاملين ديسكاونتس واسعار يعني مخصصة جدا لكل من هو تابع للمجلس التصديري. لاحظنا في جناح المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق وجود دليل كامل للشركات الملاحية اسمه بلو جايد او الدليل الازرق، ومهمته تسهيل خدمات الشحن البحري للشركات المصرية. اللي نجحت في إنتاج الدليل وتجميعه هي شريهان منسي، وهي تخرجت في كلية الحقوق بجامعة الأسكندرية، واشتغلت في تصدير الملابس الجاهزة والبتروكيماويات، ونتيجة للتحديات اللي واجهتها في عمليات الشحن قررت إنتاج الدليل اللي بيجمع كل شركات الشحن البحري وخدمتها، خدمة ممتازة. تعالوا نقابلها. شريهان منسي، حضرتك قدمتي جايد مهم جداً، لوجستيات احنا محتاجينها، دليلك المتخصص للوجستيات بلو جايد ده بيتكلم عن الشحن البحري، جمع فيه كل الشركات العالمية الموجودة في مصر، هدفك تساعدينا كلنا. تخيلي ده مهم قد ايه؟ اشرح لنا الفكرة جات لك منين وبدأتيها ازاي وبتطوري كل قد ايه؟ الفكرة جات لي ان انا كنت بشتغل يعني في المجال الملاحة اصلا من زمان قوي، كنت بتعامل مع فريت فوروردرز او الحد بيقدم لي الخدمة دي. يعني كنت بتصدري اصلا؟ انا كنت بصدر كنت بصدر ملابس. والله ممتاز. الكلام ده من فترة يعني، بدايتي كانت في القطاع الصناعي، وكان شغل السماح المؤقت والكلام ده كله، فكان لازم ورقي يبقى مظبوط وكل حاجة مظبوطة. فمع شغلي في السماح المؤقت ابتديت ان انا يعني افكر في حاجة ان هي تتعمل تسهل عليا الشغل. فكانت البداية ان انا كنت يعني كنت عادة بسجل يعني عدي انا مين اللي بتعامل معاهم، مين شغال هنا، فأي حاجة كنت بحاول ارتب ورقي ان ورقي يبقى مترتب. من هنا لما دخلت في مجال الشحن والشيبنج واشتغلت في فريت فوروردر، وكان كانت أزمة كورونا ابتدت مع للأسف يعني مع بداية شغلي، وكان معايا تيم المفروض ان انا بدربه ازاي ان هو يعمل هاندلنج لشغل الشحنات والكلام ده كله. ففي الوقت الحالي بقيت انا المقدم الخدمة، مش انا اللي يعني مش انا اللي طالبه الخدمه من الاخر. بس كم شهر بتعملي في الجايد ده عشان تجمع كل الشركات دي؟ طبعا اول ما ابتديت كان اخد وقت معايا شويه، دلوقتي لا على طول طالما السيستم جاهز يعني على طول بعمل ابديتس، والخطوط دلوقتي بقى في تعاون مع الخطوط الملاحيه كلها. موجود مع كل المصدرين ده الجايد ده؟ لا طبعا مش موجود مع كل المصدرين، موجود بلو مع جايد. بلو جايد موجود مع كل مقدمي الخدمات للمصدرين. اللي بياخد مني من المصدرين الجايد اللي بيشتغل مع الخط الملاحي مباشره، لان هو شركات كبيره عندنا شركات كبيره، الشركات اللي عندها اقسام لوجستيه هيقدر يتابع شحنته من اول خروجها من باب المصنع عنده لحد ما توصل بلد الوصول او من دائم الوصول. الارقام اللي فيه، البيانات اللي فيه بطوره طبعا بشكل دائم. طبعا اسمحوا لي حضراتكم نتفق على شيء مهم جدا، احنا كمصريين نقدر نصنع اي ماكينه بتحتاجها الصناعه، والدليل الماكينه العملاقه اللي قدام حضراتكم جباره بمعنى الكلمه، لانها بتشكل الكيس وتعبيه وتلحمه او تقفله باي شكل، وهي مطلوبه في كل الصناعات تقريبا، سواء اغذيه او مشروبات او منظفات او ادويه او مطهرات وغيرها، وبتعبي سوائل او بودر أو قطعة، واللي صنعها بالجودة دي هو المهندس المصري العملاق فعلا، محمد مهدي، مؤسس شركة بلاباك. وخلي بال حضراتكم دي مكونة من أكتر من 9000 قطعة ميكانيكية، وكل قطعة حكاية لوحدها. تعالوا نقابل المهندس الرائع محمد مهدي، هو في قمة التواضع ولكن وحش في صناعة الماكينات. اشرح لنا بقى من البداية كده، جات لك فكرة المكنة منين؟ ازاي قدرت تعمل مكنة اقوى من المكن الاوروبي واعلى بكتير جدا من التركي والصيني؟ ايه التحدي اللي خلى حضرتك تدخل في هذه الماكينة؟ كنت في احد الشركات وكنت بستلم نفس خط الانتاج ده، كان خط انتاج صناعة اسبانية. حقيقة كان في كومنت ليا على الخط
وطلبت ان هو يتعمل وهم طبعا تقاعسوا او ان هم ورفضت استلم الحقيقه. فيعني كانت في كلمه ظريفه كده كانت هي السبارك اللي بدات منها شركه بيلا باك، ان يا محمد انت مش هتفهم احسن من الخواجه يعني. لا نفهم احسن وزياده كمان. فاخدت الموضوع ده زي تحدي يعني. بدأت أأسس الـ 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 الشركة صغيرة جدا في مكان صغير في العاشر من رمضان، عملت مكان صغير، عملت أول مكنة خدت مني مثلا 3 سنين. بعد ما خلصت المكنة حضرت معرض واثنين وثلاثة، تقريبا المكنة ما كانتش بتتباع، مش لأنها وحشة، لأنها مكنة كبيرة إمكانيات عالية، وكان التصور كل الناس ان استحاله المكنه دي تكون صناعه مصريه وتطلع من المكان الصغير وتطلع من فرد ومعاه 3-4 افراد يعني. كان موضوع تحدي صعب جدا بالنسبه لنا في الاول. لذلك هقول لحضرتك ان كان في شويه تنازلات من عندي عشان اقدر اخترق الشركات الكبيره دي، زي مثلا شركه هينكل. شركه هينكل اداره المانيه وبتتعامل طول عمرها في النوعيه دي من الماكينات مع اسبانيا. يعني عايز اقول لحضرتك ان انا حطيت من اوائل الماكينات اللي حطيتها في هينكل، انا حطيتها فور فري، انا قلت لهم يا جماعه اعتمدونا فقط لا غير، اتفضلوا دي المكنه، انا مش هحط عليكم اي ريسك ولا احط عليكم اي مسؤوليه، حطوها جنب المكنه الاسباني وشوفوا النتيجه عامله ازاي، ولو النتيجه مرضيه بالنسبه لكم احنا جاهزين ان احنا نورد لكم مكنه واثنين وثلاثه. والحمد لله الفكره نجحت ونجحنا معاهم. بعد كده دخلنا كلوروكس، بعد كده دخلنا ارما، بعد كده دخلنا صافولا، في اكتر من قطاع. احنا عندنا قطاع الاوكسي الربيع روابي جنه، انا عندنا قطاعات كثيره، قطاع الفودز، قطاع الديترجنت، الحمد لله عندنا قطاعات كتير، عندنا اكتر من برودكت نقدر نعبيه على المكنه، عندنا الليكويدز او السوائل، عندنا الباودر، عندنا الحبوب. مش بس بنصنع مكنه، احنا بنقدم خدمه. احنا لما بيجي عندنا مثلا شركات عالميه تعمل عندنا اوديت، من اوائل الحاجات اللي هي بتحب تطمن عليها مخزون قطع الغيار عامل ازاي، السيستم عامل ازاي، خدمه ما بعد البيع عامل ازاي، لان هو يهمه جدا، لان هو طبعا هينزل منتج في السوق معتمد عليك، فهو محتاج يطمن على خط الانتاج ده ورا منه شركه بروفيشنال تقدر تسرفز عليه كويس ولا لا، تقدر توفر له قطع غيار ولا لا. خاصة موضوع قطع الغيار دلوقتي بقى غاية في الأهمية. بتسلم المكنة بعد قد إيه؟ بعد حوالي 3 شهور. 3 شهور مفيش أي تأخير؟ لا احنا بندي ميعاد أزيد من الميعاد اللي احنا فعلا بننتج فيه. بتصنع حسب الطلب؟ يعني لازم اتعاقد معاك عشان تبدا تصنع مكنه جديده. نظام الشغل عندنا بيبقى دوره انتاج، يعني بقى عندي دوره الانتاج، الدوره دي 6 ماكينات في 6 اشهر مثلا. دوره الانتاج دي ممكن تخلص وهي بتتعمل، وممكن يتبقى منها مكن لسه ما اتباعش، لكن ما بنقبلش اكتر من العدد اللي احنا بننتجه عشان يبقى فيه التزام. لازم تتغطى، ده مشروع لوحده، والله هي المكنه بتعبي كل حاجه، من الالف للياء. هي ميزه بتبقى بالنسبه للشركات، يعني مثلا شركات كتير جدا اتنقلت من الازاز، يعني زي تعبئه الصلصه في ازاز، للعبوات الدوي باك. انت بتعبي من كام جرام لغايه كام؟ من اول حاجة 50 جرام ايوه لغايه 1000 جرام. يعني ممكن كيس صلصه، من اول كيس صلصه ممكن كيس صلصه 50 جرام لغايه كيلو. لغايه كيلو ده حققناه، عملناه مع اكتر من شركه يعني. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان يلتقي السيد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والذي يكشف مؤشرات الموسم التصديري لعام 2024، وهل تتأثر عائدات الصادرات المصرية بقرار وقف تصدير البصل وحقيقة وجود أزمة في تصدير الحاصلات الزراعية للأسواق الروسية؟